أمس آخر موعد في التسجيل تم إقفال المنظومة، تم إقفال لجان طلبات التسجيل. طبعا حبينا حضوركم يشرفنا، حيتم تعريف بآلية المراقبين كيف تتم، شنو وظيفتها وشنو مهمتها. معنا الأساتذة الأستاذ المبروك إدارة المرشحين إدارة التقنية، والأستاذ حسين عليم وحدة المراقبين. تو يعطوكم إحاطة بسيطة فهموكم شنو الوظائف بتاعكم، شنو طبيعة عملكم، ومشكورين جدا على حضوركم وتلبية الدعوة. تفضل أستاذ مبروك. بداية يعني شفت أنا الناس الحضور، يعني ممكن في 4 أو 5 تعاملنا معاهم في الانتخابات استحقاق السابق اللي ما صارش منه في 2021، منهم جمعية فتاة ليبيا ونادي سيدات طبرق، الراديوين طبعا السلام وطبرق، وهذين اللي كانوا متواجدات معنا في الانتخاب الأولي لو حد حاضر. ودار بيت دار كانت فيها من قبل، مش انت؟ لا لا، ابو علي مصدي. ايوه كويس. طبعا بحكم نحن داخلين على مرحله انتخابات اللي هو البلديات الصغرى الاربعه اللي ذكرها الاستاذ علي توه، عمليه الانتخاب وعمليه الاليه بالكامل طبعا تبدا بتسجيل الناخبين، ومن ثم توزيع بطاقات على الناخبين هذوما باش يبداوا يمشوا به ينتخبوا اليوم الانتخابي بطاقه معينه، وايضا في عمليه تسجيل مرشحين، وبعدين يجي اليوم الختامي اللي هو يوم بتاع الانتخاب. في مرحلتين مهمات بالنسبة لنا نحن كمفوضية، نحن ما يرغب فينا بيت الله سبحانه وتعالى، لكن نحن في مؤسسات ومنظمات وهيئات ونقابات يحب أن يشاركن والهن دور فعال ويهمنا في مراقبة العملية الانتخابية. ليش؟ لأن الناس هذوما لما يجوا هم اللي أكدوا نزاهتنا وشفافيتنا، وهم اللي يشوفوا بعينهم العملية الانتخابية كيف ماشية من الألف، من توزيع البطاقة حتى اليوم الانتخابي والإدلاء بالأصوات وعد الأصوات كذلك. كويس. فبداية نحن عندنا الشيء اللي هو دور المؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والهيئات والنقابات اللي هو مراقبة الانتخابات. مراقبة الانتخابات مبنية على شنو؟ مبنية على أن نحن كجهة نتعامل بثلاث بنود اللي هن الحيادية والشفافية والمصداقية. مراقب سابق في منظمة شاهد، منظمة راصد في مؤتمر الوطني ومجلس النواب السابق في بلديات، وحاليا منتمي إلى هيئة تنسيقية للرقابة على الانتخابات. هو سؤال، نحن المقبلين على انتخابات عدة بلديات في بير الأشرف ومساعد، وطبعا في هذه طبعا مساعد وبير الأشرف وبرد ممكن أكثر من بلدية، يعني أربع بلديات. تو المشكلة حتى مع زملائنا، تو ممكن التحديات اللي تواجه مؤسسات المجتمع المدني اللي هي أنتوا، هل هي حيندار في نفس اليوم؟ لأن الانتخابات البلدية كلهم ولا كل يوم واحد مساعد بروحه وبير الأشرف بروحه، هذا اليوم بروحه ولا كله نفس اليوم انتخاب يوم الاختراع؟ ايوه. وثاني شيء اللي احنا ما عندناش مشكله كمجتمع مدني، لكن في تحديات. الحاجه الوحيده الاقامه والامكانيات بس، احنا طبعا احنا مؤسسات خيريه مؤسسات مدنيه، هذه المشكله الوحيده ممكن العائق الوحيد. لكن اليوم قمت في مكتب الاداره الانتخابيه طبرق ورشه عمل بخصوص الرقابه على الانتخابات وتوعيه المؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الاعلاميه مؤسسات الاعلاميه والجمعيات، توعيتهم على الرقابة على الانتخابات، آلية الرقابة، من هو المراقب، شن دورة، إيش الإجراءات المطلوبة لإتمام عملية تسجيل المراقبين، الاستماع أيضا لبعض المشاكل والعراقيل التي واجهت المنظمات والمؤسسات في الرقابة على الانتخابات في الاستحقاقات السابقة، أيضا تبيان بعض النقاط المهمة بخصوص الرقابة وآلية التعامل مع المراكز الانتخابية في الحدث المقبلين علينا نحن في بلدية أو في البطنان اللي هو انتخاب البلدية الصغرى، مساعد البردي، مرسى دفنة، بير الأشهب. ابتدت العملية بتسجيل الناخبين، قاعدة بيانات جديدة، استحقاق انتخابات البلدية، هذا شيء جديد على المفوضية. طبعا استلمت الملف من الجهات التشريعية وبدت فيها العملية بشكل رسمي. فتحنا سجل الناخبين وأقبل السجل الإلكتروني وأيضا تسجيل يدوي للمقيم غير مقيد في البلدية بتاريخ أمس 13/7 السبت، وأتمت المرحلة الأولى في التسجيل. الآن حتكون في المرحلة الثانية اللي هو نشر الأسماء والطعونات بخصوص الناس اللي سجلوا الناخبين، ومن ثم مرحلة توزيع البطاقة يتزامن معها مرحلة تسجيل اللي هم المرشحين
خاصين بالبلديات، ومن ثم تحديد اللي هو اليوم الانتخابي عن طريق المجلس الإدارة في قرار رسمي للبلديات، سواء كان متزامن مع بعضها أو كل بلدية على حدة حسب معيار المجلس. دور المرأة وأهميتها في العملية الانتخابية داخل بلدية طبرق، شو تحكي لها لحضورك اليوم داخل الورشة الخاصة بمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والورشة الخاصة بمراقبين العملية الانتخابية للبلديات؟ السلام عليكم. سكينة موسى حسين، عضو مؤسس فريق آية العمل الخيري والتطوعي. اليوم لبينا دعوة المفوضية العليا لانتخابات طبرق، هذه ثاني اجتماع لها بعملية اللي هي التوعية بالانتخابات في البلديات الصغرى في طبرق. كانت اليوم المحور الورشة اللي هي التعريف بدور المراقبين أثناء عملية العملية الانتخابية. بالفعل المعلومات جيدة، استفدنا، خذينا معلومات مهمة، عرف كل مراقب اللي هي دورها المهم. المرأة دورها مهم جدا في وجودها في المراكز الانتخابية، دورها فعال، ونأمل أن تمشي العملية الانتخابية بطريقة سلسة وسهلة وتكون العملية الانتخابية بصورة صحيحة سليمة. أولاً بالبداية نشكر المكتب مفوضية طبرق لهذه الدعوة والأهمية والتنظيم للسادة المراقبين المحليين. حضرنا احنا وزملائنا في مدينة طبرق لاستهداف بلديات مجاورة لمدينة طبرق ببلاشة ومساعد مستهدفة في الأيام القادمة. طبعاً من ضمن اللي تواجه راقب المحلي ان طبعاً المؤسسات المجتمعية هي مؤسسات خيرية لا تأخذ أي دعم، طبعاً كلها مجهود ذاتي. اللي تواجهنا هي الإقامة والمواصلات، لأن حن ممكن حنراقبه مثلاً من 7 صباحاً حنكون غادي لعند ممكن عند أذان الفجر. طبعاً غادي أنت عارف أنها طريق بساعة طبق طريق خطيرة جداً، حنضطر ندير إقامة غادي. فهذه من ضمن التحديات اللي تواجه المراقب المحلي هو الإقامة والمواصلات والإعاشة أيضاً، اللي هو سواء كان في لشهب أو في مستهدفنا أو في البردي أو في مساعد. نعم. هل من حلول مثلاً لهالنقطة اللي أنت ذكرتها؟ والله الآن تناقش نحن وزملائنا، يعني لأن لازم الإمكانيات كلهم، يا أما نحن نتوحد في منظمة واحدة أو لأن لازم يكون في مراقبين محليات، خاصة السيدات لازم يكون لهم إمكانية، وخاصة في توفير السكن والإقامة. يعني هو توفير السكن مدة 24 ساعة فقط بيش نحن نحتمدوا التقارير متاعنا. الآن هذا هو التحدي الكبير، لكن نحن نحاول أن نخاطب الجهات الاعتبارية مثل جامعة طبرق أو أي مؤسسات أو حتى البلديات نفسها إذا كان ما عندهمش مالة، أو رجال أعمال يكون بعيدين عن العملية الانتخابية، بحيث يعني هو نحن بدعم لوجستي أكثر والأقل. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم حسين العلام، منسق اعتماد المراقبين. اليوم قمنا بورشة عمل باستدعاء المنظمات والمؤسسات الإعلامية للإجراءات التعريفية بخصوص اعتماد المراقبين. الفترة السابقة قمنا بعدة جولات في البلديات المستهدفة الأربعة، لهن بير الأشهب، البردي، مرسى دفنا، مساعد. ولقينا استجابة من المواطنين، وهذه هي الخطة التنفيذية في إجراء العملية الانتخابية.